معنا الدكتورة رباب عبد الهادي، مديرة البرنامج الأكاديمي لدراسة الجاليات العربية والمسلمة بالمهجر من سان فرانسيسكو عبر زوم. دكتورة أهلا بك معنا، صباح الخير. أهلا. نسألك عن هذه القضية، واليوم العالم كله الأنظار ستتجه إلى محكمة العدل. كيف تتابعين قضية جنوب أفريقيا أمام إسرائيل؟ في مجموعة من القضايا ممكن نذكرها. القضية الأولى هو الخبر الأخير اللي أنت ذكرته، هو قضية المقابر الجماعية، وهي قضية يعني أنا شخصيا بتهمني، لأنه هذا جزء من أبحاثي اللي أنا ببحث على قضية جثامين الأسرى وجثامين الشهداء التي تحتجزهم إسرائيل لفوق 40 سنة وتحتجزهم في شيء تسميه مقابر الأرقام، التي بس إسرائيل نفسها تعلم أين يدفنوا هؤلاء الشهداء، ولا ترفض تسلم جثامينهم لأهاليهم لدفنهم دفن كريم، وإحنا بنقول إنه إكرام الميت دفنه. وهنا تستمر جرائم الاحتلال أيضا مرة ومرات وأخرى. نعرف بمجازر صبرا وشتيلة كيف قامت المجازر الجماعية، نعرف كيف قامت إسرائيل في مقبرة مأمن الله، كيف هدمت القبور الجماعية مشان تمحي أين الفلسطينيين مدفونين، كيف عملت في مجزرة جنين بال2002، كيف تعمل الآن بمحو حتى آثار الناس اللي موجودين لتغطية جرائمها. بالتالي لما بنحكي احنا على قضية محكمة العدل الدولية والقضية اللي طرحتها جنوب أفريقيا، فعلا كتير كتير مهمة هاي القضية، لأنه حتى إخفاء الجريمة هو جزء من جريمة الإبادة الجماعية لشعب، مش بس قتل الميت وقتل الشعب وإبادته، كمان محاولة إخفاء الجريمة، هذا جزء لا يتجزأ من الجرائم اللي بتقوم فيها إسرائيل. وكذلك الكثير مهم أنه قضية جنوب أفريقيا نفسها اللي عانت من مئات السنين من الفصل العنصري بالاستعمار، وكذلك من تقنين الفصل العنصري من 48، واللي هي السنة اللي قامت فيها إسرائيل، قام فيه الكيان الصهيوني بفلسطين، وقامت هي الدولة اللي تحررت من الاستعمار الفصل العنصري السياسي، هي اللي قامت برفع هاي الدعوة. قضية كتير كتير مهمة، مش بس قضية رمزية، قضية بتبين التضامن الدولي، وبتبين أن لازم محاكمة الناس اللي بيقوموا بالجرائم، لازم محاكمتهم، ولازم انه يوقفوا امام العدل الدولي، ولازم يحاكموا، ولازم يعني يتم محاكمتهم على جرائمهم كما تقوم جنوب افريقيا. فهي على الاقل هي قضيه بسيطه جدا من القضايا اللي لازم اسرائيل تحاكم فيها، وهي تستمر في الجرائم، يعني هم مش مستحيين على نفسهم، يستمروا كل يوم على الجرائم، كما انتم قبل شوي يعني كان التقرير تبعكم بيقول شو اللي صار في مستشفى شهداء الاقصى، شو صار بجرف الاراضي الزراعيه، شو عم بيصير كل يوم بتدمير الشعب الفلسطيني. دكتورة رباب، أيضا جنوب أفريقيا قدمت طبعا هذا الطلب، هي معتمدة على بندين مهمين، بند النية وبند السلوك. أيضا أشارت إلى نقطة مهمة جدا، وهي يعني أعتقد من صلب عملك والبرامج الأكاديمية اللي أيضا أنت في الدراسات الجالية العربية والمسلمة، موضوع المجموعة القومية للفلسطينيين وهذه النية، كما قالت بأن نية إسرائيل هي تدمير سكان غزة بوصفه جزء من المجموعة القومية للفلسطينيين. لأي مدى هذه النقطة مهمة جدا في هذه القضية؟ طبعا انه اسرائيل نيتها من وقت قيام الحركه الصهيونيه للان هي الاباده الجماعيه للشعب الفلسطيني، لانه من مهمه الحركه الصهيونيه هي محو الشعب الفلسطيني لتنفيذ ارض بلا شعب
هذه هي كثير مهمة لما يسموه لشعب بلا أرض. وبالتالي من أجل تطبيق الجزء الثاني يجب تطبيق الجزء الأول. وبالتالي لما إحنا بنشوف المجازر المستمرة الممنهجة اللي هي كثير كثير، يعني جزء لا يتجزأ من برنامج إسرائيل، فبالتالي يستقصد الشعب الفلسطيني. يعني لماذا يتم قتل الشعب الفلسطيني كل يوم؟ لماذا يستقصد المستشفيات؟ لماذا يستقصد الجرحى؟ لماذا يستقصد الأطفال اللي هم مش قادرين يتنفسوا؟ لماذا يستقصد الجرحى كل يوم؟ لماذا حتى الأسرى اللي بيكونوا مجروحين يتم قتلهم؟ لماذا يقوم كل يوم، ولماذا تقول إسرائيل كل يوم إنهم بدهم يرحلوا الشعب الفلسطيني خارج غزة، بدهم يرحلوهم كل يوم؟ كل المسؤولين الإسرائيليين بيحكوا هذا الحكي كل يوم، يعني مش قضية سرية، كل يوم بيطلعوا بالتصريحات وبيقولوا هذا الكلام كل يوم، إنهم بدهم يخلوا الأرض من شعبها. وهذا الإشي اللي عم بيقوموه بشكل ممنهج كل يوم، حتى في الضفة الغربية وفي القدس وحتى بمناطق ال 48، بمنعوا البناء، بهدموا، برحلوا البشر، لأنهم بدهم يمحوا الشعب الفلسطيني عن أرضه، وبدهم يقضوا على وجود الشعب الفلسطيني كشعب إله هوية وإله قضية وإله قومية وإله هوية. هذه قضية معناها محو شيء اسمه شعب فلسطيني. هاي قضية إثنية وقضية عرقية وقضية إلها علاقة بوجود الشعب، وهاي إلها علاقة بالنية مش بس بالنتيجة. في إشي اسمه نتيجة وفي اسمه بالنية في الجريمة اللي عم بتقوم.